بيت يحميني هو شعار رفعه مجموعة من الشباب بإحدى قرى مركز صقلتة بمحافظة سوهاج، وقرروا ألا يقفوا مكتوفي الأيدي وأن يكونوا إيجابيين ليصبحوا جزءاً من المشروع القومي حياة كريمة، ونجحوا خلال عامين في إعادة تأهيل وبناء 38 منزلاً. يستهدف المشروع 172 أسرة من خلال تأهيل منازلهم ورفع الوعي لدى 3000 شاب وفتاة بأهم القضايا الاجتماعية، مع توزيع أكثر من 2400 كرتونة غذائية على الأسر المستهدفة بالمشروع، والذي ينفذ على مدار عامين بداية من يونيو 2020 وحتى مايو 2022 بالمناطق المستهدفة. وقد تم تأهيل وترميم 26 منزلاً من خلال استكمال بعض أعمال البناء وأسقف خشبية وتركيب أبواب وشبابيك وسباكة وكهرباء ودهان ومحارة وسيراميك وصرف صحي. وكذلك تمت إعادة بناء 12 منزلاً واستكمال باقي التشطيبات وصولاً للدهانات الخارجية والداخلية. ولاستكمال تحسين المستوى الاجتماعي لمنازل الأسر المستهدفة، تم توزيع مجموعة من الأثاث والأجهزة الكهربائية بناءً على الدراسة الميدانية، بخلاف توصيل مرفق المياه ل 53 منزلاً من المنازل المستهدفة بالمشروع. دلوقتي احنا معانا الاستاذ محمد دياب المشرف على مبادرة بيت يحميني بمركز صقلتة بسوهاج. صباح الخير عليك يا استاذ محمد. صباح الخير عليك استاذ محمد. صباح الخير استاذ هدير. انا مبسوط ان انا اكون معاكم النهارده. احنا مبسوطين بيك والله وبالنماذج المشرفه من شباب مصر، لكن خلينا في البدايه نتكلم معاك عن بيت يحميني. جات لكم الفكره منين اصلا ان انتم تنفذوا هذه المبادره، ووصلتوا لحد فين؟ والله احنا الاول طبعا احنا كاي شاب ان احنا بنحب ان احنا ممكن نساعد المجهودات اللي بتعملها الدوله، مبادره حياه كريمه، تنميه الريف المصري. وزي ما حضرتك عارف ان سوهاج من اكبر محافظات على مستوى الجمهوريه للفقر. احنا عندنا في المركز بتاعنا بالتحديد عندنا اكثر من 5 قرى من القرى الاكثر فقرا على مستوى الجمهوريه حسب تقرير مجلس الوزراء 2019. عشان كده فكرنا ان احنا نشتغل على القرى الفقيره دي والقرى المهمشه. احنا اغلب البيوت اللي موجوده عندنا اللي تحت سطح الجبل، فبتلاقي الحياه المعيشيه صعبه، الاسر مش قادره تبني هي البيت، اغلبيه البيوت كلها عشش وحاجات للاسف لما بتنزل السيول بتاخدها قدامها. فدي كانت بدايه مبادره بيت يحميني ان احنا نقدر نساعد اكتر قدر ممكن من الاسر دي ان احنا نبني البيوت بتاعتها، نجيب لها الاساس، بيت آمن زي ما كانت بكلمات الرئيس الأخيرة، إن احنا حياة معيشية بسيطة وتكون لائقة لجميع الأسر. فاحنا كانت الفكرة بتاعتنا إن احنا نعمل بيت بيتقسم تقسيم بسيط، تقسيم ريفي يتناسب مع المعيشة اللي احنا عايشين فيها في سوهاج في مركز صقلتة بالتحديد. احنا قدرنا إن احنا نعمل كل بيت نقسمه غرفتين، ده بيكون غرفة للأطفال والحمام والمطبخ إلى حد ما تتناسب مع المعيشة الأدمية. وقدرنا ان احنا نعمل دراسة كاملة على جميع القرى اللي احنا نشتغل عليها. اخترنا 3 قرى، الثلاث قرى دول عملنا مسح شامل للقرية، عرفنا مين اكتر الاسر احتياجا. والدراسة دي ما خدتش يوم او يومين، لا ده خدت اكتر من 3 شهور من باحثين. الباحثين دول عندهم خبرة ازاي تطلع الامكانيات بتاعت الاسرة، ازاي الاسرة تساعدنا. بالاضافة ان احنا بعد ما عملنا الدراسة قدرنا نختار 350 أسرة، قدرنا إن احنا نصفي 350 أسرة، ال 172 أسرة اللي احنا شغالين عليهم في الوقت الحالي. في المرحلة الأولى بتاعتنا إن احنا قدرنا إن احنا نعمل تأهيل ال 38 أسرة في الوقت الحالي، وده بمساعدة الجهات التنفيذية معانا، ديوان عمل المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي. إن احنا ديوان عمل المحافظة ساعدنا في الحتة اللي هي قدرنا إن احنا نوصل للأسر دي بشكل كبير. السيد المحافظ طارق الفقي شكل لجنه تيسيريه في ديوان عمل المحافظه بوكلاء الوزاره بالجهات التنفيذيه ان هي تساعدنا وتذل لنا كل العقبات والتحديات اللي نقدر من خلالها نوصل للاسر دي، ونقدر نحط الاولويات الاسر دي محتاجاها، ونقدر نحط التصميم يتناسب مع مبادره سياده الرئيس تنميه الريف المصري عشان ما يبقاش في تعارض. وده اللي قدرنا ان احنا نوصل له في وقت وجيز. في خلال 3 شهور قدرنا ان احنا نشطب 38 بيت
وان شاء الله معانا الافتتاح لل 38 بيت ان شاء الله يوم افتتاح ناي يوم 30/9 بحضور السيد المحافظ والساده وكلاء الوزاره والقيادات الطبيعيه والشعبيه الموجوده عندنا في المحافظه. طيب استاذ محمد، كمان بتقدموا من خلال مبادرتكم العلاج للاسر الاولى بالرعايه واللي يعني تحتاج لهذا العلاج، لو تكلمنا اكتر عن هذا الشق من المبادره. بالظبط، احنا المبادره احنا قسمناها لحاجتين. الحاجه الاولى هو سكن كريم من خلال بنى بيوت مميزه، بنى بيوت يعني زي ما حضرتك شايفه اللي في ظهره على طول، ده منظر البيت اللي احنا اشتغلنا عليه. ده واحنا الشكل او التصميم دلوقتي قبل وبعد. انا حبيت يكون اللقاء في الميدان بتاعنا. البيت مش عاملينه سقف خشب، لا احنا حابين نغير ان يبقى في استمراريه وفي استدامه للمشروع بتاعنا، وكان البيت بالخرسانه. ده الشق الاول او المكون الاول اللي شغلنا عليه. المكون الثاني اللي احنا شغالين عليه وهو التوعيه، واحنا شغالين على برنامج وعي. برنامج وعي ده بيشتغل على قضايا مجتمعيه كثيره زي ختان الاناث، زي الزواج المبكر، زي الهجره غير الشرعيه، التمكين الاقتصادي للشباب. مجموعات عندنا اكثر من 12 موضوع، وده شغالين معاه على الاسر اللي احنا برضه مستهدفينها ال 172، وصلنا لاكثر من 3000 اسره شغالين عليها. بالاضافه ان احنا بنساعد الاسر دي بمجموعه من الحاجات الثانيه اللي احنا بنشتغل بالتحديد فيها، وهي المواد الكراتين الغذائيه. ان احنا بنوزع على مدار الثلاث شهور اللي فاتوا مواد غذائيه على الاسر اللي احنا مختارينها واللي احنا شغالين عليها. عظيم. بالاضافه للجانب الصحي ان احنا بنعمل توعيه صحيه للاسر دي، ده شق. الشق الثاني بنساعد الاسر دي لو في بعض الفحوصات الطبيه، بعض الكشوف، بعض الحاجات اللي هي محتاجاها الاسره، سواء عمليات او علاج او الحاجات دي، احنا بنساعد الاسر الاولى بالرعايه خلال المرحله بتاعتنا اللي فاتت واللي جايه ان شاء الله. عظيم ما شاء الله، جانب توعوي صحي واجتماعي في نفس الوقت. لكن خليني بس بالزبط. يعني ااكد على كلمه حضرتك قلتها انه الاسقف مش هتكون خشبيه في المبادره بتاعتكم، انتوا بتعملوا صبه خرسانه مسلح. بالظبط، وده اللي عملناه. احنا عملنا حاجه مختلفه شويه، ان احنا خلينا مشاركه مجتمعيه لاهالي القريه معانا ولاصحاب المنازل، وده اللي كان ليه مردود قوي معانا في القرى اللي احنا اشتغلنا عليها، الثلاث قرى اللي موجودين في الافراسيه وبني واصل وفوج جولاي في مركز ساولتا، وده كان ليه صدد كبير معانا. لقينا ان احنا بعض الاهالي في الاسر دي بتساعدنا، بتبعت لنا حديد وبتبعت لنا اسمنت، بيساعدنا ان احنا الاسر دي انتم مش هتعملوا لها خشب عشان يعمل للاسره دي لاولادها اللي جايين. فقدرنا ان احنا نعمل طبقه خرسانيه بس دور واحد، ونعمل تشطيبات نهائيه زي ما التقرير اتكلم، سيراميك ودهانات وشبابيك وبان وسباكه وكل المرافق اللي بيحتاجها البيت. في مرحله ان احنا محتاجين بعض اللي بيساعدونا خلال الفتره اللي جايه ان احنا نفرش البيت فرش كامل. احنا جبنا سرير وحاجات بسيطه، بس احنا محتاجين يكون فرش كامل للاسره زي ما احنا التقرير قبل كده اتكلم، والدراسه اللي احنا عملناها ان الاسر دي مش يعني فقيره، لا ده هي معدومه للاسف، مش قادره صحيح. ممكن تجيب بوتاجاز مسطح عندها في المطبخ، فبيعمل الاكل بتاعه على حاجه احنا بنسميها عندنا في الصعيد كانون، اللي بيحط الحاجات المخلفات بتاعته بيحط الطبق ولحد ما يستوي. فاحنا محتاجين الحاجه دي، وده كان في اجتماع ان شاء الله هيكون مع السيد المحافظ ومع السيد وكيل الوزاره خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله، هنعمل حاجه زي كده، ونتمنى ان يكون في بعض الاشخاص اللي بيساهم معانا في الفتره اللي جايه. ان شاء الله كل التوفيق لحضرتك وللشباب المشتركين مع حضرتك في هذه المبادره. استاذ محمد دياب المشرف على مبادره بيت يحميني بمركز ساقلتا بسوهاج، شكرا جزيلا ليك يا فندم. شكرا لحضرتك محمد دياب، شكرا.